لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأرمينية ياريفان موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية أطلعنا على أجندة زيارة السيد الرئيس لأرمينيا وما ستتناوله من لقاءات. زيارة كما أشرنا منذ قليل، زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها للرئيس المصري إلى العاصمة الأرمينية يريفان منذ تأسيس ونشأة العلاقات المصرية الأرمينية في سبتمبر عام 1992. زيارة تفتح لصفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه التعاون بين القاهرة ويريفان. كما هو معروف، أرمينيا أحد أهم أعضاء الاتحاد الأوراسي الاقتصادي الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغستان وكازاخستان. هذا الاتحاد الذي نشأ عام 2015 يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دوله ودول الإقليم. مصر تطمح إلى الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الهام الذي يبلغ حجم الناتج المحلي لدول أعضائه مكتملة أكثر من 32 تريليون دولار. حجم التبادل التجاري بين مصر من جانب وبين دول هذا الاتحاد يبلغ نحو 4.5 مليار دولار. مصر تطمح إلى الانضمام إلى هذا الاتحاد الاقتصادي الهام كي تتمكن المنتجات والصادرات المصرية من النفاذ عبر هذا الاتحاد إلى أكثر من مليار نسمة في مناطق شمال ووسط آسيا وشمال وشرق أوروبا. كما تطمح دول هذا الاتحاد الأوراسي الاقتصادي إلى انضمام مصر لاستثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يمكن صادرات دول هذا الاتحاد من النفاذ أيضا إلى المنطقة العربية وإلى أسواق القارة الإفريقية وأسواق جنوب أوروبا. هذه المناطق والدول التي تجمعها بمصر اتفاقيات للتجارة الحرة البينية التفضيلية. إذن هناك علاقات اقتصادية ومصالح اقتصادية في غاية الأهمية تربط الجانبين. على المستوى الثنائي، مصر وأرمينيا لهما تنسيق عالي المستوى في المحافل الإقليمية والدولية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها أوضاع الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في منطقة وسط آسيا، حيث تتعدد دوائر الأمن القومي المصري وتتسع إلى أن تصل إلى هذه المناطق التي إذا استتب الأمن والاستقرار بها يسمح لدول إقليمية فاعلة مثل مصر زيادة ودفع وتعزيز التعاون مع دول هذه المنطقة، خاصة على الصعيد الاقتصادي. على الصعيد السياسي، مصر تلعب دور فاعل وإيجابي على مستوى السياسة الخارجية في التقريب بين الدول التي تشهد عدد من الصراعات أو من التوترات. نتحدث هنا عن التوتر العسكري بين أذربيجان وبين أرمينيا، فكلا الطرفين أذربيجان وأرمينيا قد طلب شخصيا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دور الوسيط الإيجابي بينهما للحفاظ على حالة السلم والهدوء بعد تجدد النزاع الحدودي حول إقليم ناغورا كاراباخ بين البلدين. الرئاسة الأرمينية كانت قد أصدرت بالأمس بيان رحبت خلاله بزيارة السيد الرئيس ووصفتها بأنها زيارة تاريخية طال انتظارها. الجانب الأزاري يقدر السياسة المصرية ويقدر دور مصر الهام والمحوري، وربما تابعنا فعاليات زيارة السيد الرئيس إلى العاصمة باكو ثاني محطات جولة سيادته الأسيوية التي بدأت بالهند مرورا بأذربيجان وانتهاءا بأرمينيا. مصر وأرمينيا لهما علاقات اقتصادية كما أسلفنا، علاقات متشعبة، حيث تم تأسيس اللجنة الوزارية العليا برئاسة رئيسي الوزراء في الجانبين تجتمع بشكل دوري للعمل على تسهيل كل ما يلزم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات
لتعزيز ودفع وتعميق التعاون الاقتصادي تحديدا بين الجانبين. أيضا هناك علاقات متشابكة تجمع مصر وأرمينيا، خاصة على صعيد قضايا البيئة والتغيرات المناخية في ظل الرئاسة السابقة للدورة السابقة لمصر لفعاليات قمة المناخ العالمية COP27. أرمينيا من بين أهم الدول في آسيا التي تبدي اهتماما كبيرا بقضايا التغيرات المناخية، وكان للبلدين ولازال تنسيق على أعلى مستوى في هذا الصدد في كافة المحافل الإقليمية والدولية. أيضا العلاقات المصرية الأرمينية علاقات تاريخية وطيدة، فالجالية الأرمينية تعيش في مصر منذ أكثر من 2000 عام. التاريخ الحديث يذكر للجالية المصرية الأرمينية الكثير والكثير من المساهمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني والديني، ويذكر أيضا أن مصر احتضنت الجالية الأرمينية وقتما عانت من الاضطهاد وفرت إلى مصر لتحتضنهم هذه الدولة القوية القادرة التي توفر الملاذ الآمن لكل مضطهد. أيضا هذه العلاقات بدأت قبيل تأسيسها بشكل رسمي في عام 1992 عبر تجارة بينية في عامي 1932 و 1936. كانت هناك بعثات من الممكن أن نصفها ببعثات طرق الأبواب بين الجانبين لاستكشاف الفرص التجارية التي توفرها كل من أرمينيا ومصر لكليهما. هذه العلاقات يعني تؤسس لحالة من السلم والأمن الإقليمي في منطقة وسط آسيا، وأيضا في المنطقة منطقة الشرق الأوسط، عبر تنسيق وتشاور على أعلى مستوى بين القاهرة ويريفان في كل المحافل الدولية والإقليمية. كما أن العلاقات الاقتصادية ستشهد خلال زيارة السيد الرئيس إلى العاصمة يريفان دفعة قوية، حيث من المنتظر أن يشهد السيد الرئيس توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم بين الجانبين في مجالات عدة، في مجالات الشباب والرياضة، في مجالات التعاون التقني والفني، في أيضا مجالات التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة. الصندوق المصري الفني لدعم دول الكومنولث التابع لوزارة الخارجية دأب منذ سنوات طويلة لتقديم كل الدعم الفني والمالي والتقني لدولة أرمينيا. في هذه الأثناء يتدرب عدد من الدبلوماسيين الأرمن في معهد التدريب الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية، كما أنه بين الحين والآخر يفد إلى القاهرة عدد من البعثات الأرمينية في مجالات الزراعة ومجالات التكنولوجيا ومجالات الطبية والدوائية والمجالات الدبلوماسية لتلقي التدريب اللازم والدعم الفني والتقني في مصر التي دائما ما تفتح ذراعيها للدول الصديقة والشقيقة وتمد يد العون لكل من يسعى إلى الأمن والاستقرار والتنمية. هذه العلاقات المصرية الأرمينية علاقات تاريخية، من المنتظر أن تشهد دفعة قوية بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة يريفان بدعوة رسمية من الرئيس الأرميني كأول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى أرمينيا منذ نشأة العلاقات المصرية الأرمينية في عام 1992. نعم، أشكرك شكرا جزيلا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، كنت معنا مباشرة من أرمينيا.